أمكن حواء تابعها الشرير وأختكم مريم وأختكم مريم وأختكم مريم سحقته لأنها قد عبرت ضيفنا لليوم هو الموسيقي والمرنم توني حرب. أهلا وسهلا فيك توني. والمشاهد اللي كنا عم نشوفهم هن من حفل توقيع سدايك الجديدة اللي صار ضمن المعرض المسيحي، والسداي حمل عنوان عبور. أهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك لو بكير. عبور هو سداي لترانيم دينية. أول شيء شو يعني عبور؟ شو قصدت فيها؟ أول شيء الاسم، أنا نقيت الاسم من بعد ما خلصنا ترتيل ونقينا ترتيل، حسيت أنه كلهم فيهم رجاء، فيهم بيعبر المؤمن من مكان إلى مكان، أخذ هالعنوان السدي يعني. وفي ترتيلة جوات السدي بعنوان عبور كمان. صحيح، أعبروا من ذاتي كمان استشفيت منها. هي أكيد. أول أكيد. ترتيلة. كيف كانت أجواء التوقيع؟ كانت جيدة جدا، كان شيء حلو يعني، يلي الإيفنت يلي مثل ما حضرناه كانت النتيجة صحيح. وليش اخترت المعرض المسيحي لتوقع هالألبوم توني؟ برأيك يعني من خلال توقيعك بضمن فعاليات المعرض بينتشر أكثر السدي أو يمكن بيوصل لشريحة أكبر من الناس؟ هلا صراحة أنا اخترت يعني في مناسبة معينة في معرض مسيحي، وخاصة أنه هو ترتيل السدي ترتيل، قلت أنا من هذا المنطلق بنقل اخترت المعرض هالتوقيت. صحيح. طيب بعدنا عم نشوف مشاهد من التوقيع ومن الألبوم. رح نسمع أول ترتيلة اللي هي مخصصة لمارشال بيل. دايما بتخصص مارشال بيل ترتيلة معينة، وأنا عندي نقطة ضعف على مارشال بيل، مش هيك بدي أحكي عنها. شو بتقول ترتيلة؟ ترتيلة عن مجد الأداسي، كيف غير مارشال بيل وجه الشرق، كيف عطاه بصمة جديدة مارشال بيل بروحانيته بأداسته بحضوره بمحبته بكتير اشياء. هو من كلمات الاستاذ انطوان عكاري اللي هو كمان عنده نقطه ضعف على مارشال بيل ومسلم عليه. بدنا نسمعها ولا انت بدك تحكي عن السدي بهيدا الوقت؟ توني، مين المؤدين اللي شاركوا معك بهالسدي، او كل التراتيل هي كانت بس خاصه فيك؟ السدي كله اديته انا بصوتي. في كورال معك رفقت؟ طبيعي طبيعي، هلا شغل استوديو بصير وحده. بالايفنت كان طبعا كان في فرقه، في كورس، في اشخاص كتير رفقوني، بس السدي انا التسع قطع لحنتهم واديتهم بصوتي انا. نعم، خلينا نسمع مارشال بيل. مملكة إيمان عرش صلاة ونور، من محبسي خليت ياكسني دموع، طول العمر ضليت تتأمل بيسوع. بالمحبسي خليت ياكسني دموع، طول العمر ضليت تتأمل بيسوع. أشخاص كتار رنموا لمارشال بيل توني، ويمكن دايما الهدف هو بيكون يمكن ليشكروا مارشال بيل على كل النعم يلي عم بيعطيهم إياها. صحيح. ومثل ما ذكرنا أنت دايما يعني بتخص مارشال بيل بترانيم، شو هي الأعز لقلبك لهلأ، أو كل وحدة فعلا بتكون عندها مكانتها؟ هلا أكيد مارشال بيل بالنسبة لي كان هدف صعب تشتغلت له يعني، بس وصل لي كلام أستاذ أنطوان عكاري حسيته حقيقة بيحكي عن، او مثل ما انا بشوف مارشال بيل، انا مارشال بيل اشتغلت له نشيد اكثر من ترتيله، حسيته هالرجل السائر يلي عامل ثوره مثل ما حكينا.
وطبعا كل ترنيمي بهالسدة اكيد لها وقع خاص عندي يعني، بس مرشار بيل دائما بيكون هيك مخصصه بشيء. اشتغلت مع كثير اشخاص بالكلمات، مع الاب جوزيف الدكاش اخذت من كتاب صلاة لمرمرون، الاب إلي سعادة، هن بيكونوا كاتبين وانت بتنقي الترتيله ولا انت بتقول لهم بدي احكي عن كذا وهن بيكتبوا لك؟ اول شيء التسع تراتيل انا عامل ريسيرش عنهم يعني، بير دكاش كان كاتب الكلام بس انا نبشت عليه، بير إلي كان كاتب الكلام انا عملت ريسيرش عنه. من كتبه خصيصا؟ لا لا يعني اكيد كان لا يمكن اصلا لا لا حاضر. أنا صحيح انا اشتغلت عليه، وزياده في قطعه بالسرياني كمان اخذتها من كتاب القداس يلي معتمد بالكنيسه المارونيه. انا عم بحاول اخذ النصوص صراحه يكونوا اذا بدك في هيك في بركه عليها او في موافقه عليها من الكنيسه، ترانيمي وتراتيل يصيروا ينقالوا ضمن الليتورجية او خلال القداس. اوكي يعني مقصود انه يصيروا يترتلوا بالكنائس. صحيح، تنطلع شوي من الامور نتفي العاطفيه يعني، تاخذ امور شوي اكثر وجه رسمي. طيب بس هول كتار يعني اذا بدنا ننبش عليهم هن كتار، انت كيف بتنقيهم؟ بلك بتجرب تنوع مثلا؟ اول شيء انا الكلام طالما انه انا بلحنه للكلام، في كتير كلام يعني بيقطع قدامي بالرشيرش، بس حس انا بالكلام بكون بحس او بس يخطر على بالك لحن بيلبق له مثلا؟ نو نو انا ما بشتغله يعني، انا بشوف الكلام، الكلام شو بيوحي لي بلحن يعني، ما بركب لحن وبصير نبش على كلام، انا بحس هيك بيوصل اقرب. بس قد ايه دراستك للاهوت توني يمكن بتخليك تكون مطلع اكثر على هالنصوص اللي مثل ما ذكرنا انه انت فتشت عليها؟ اكيد هيدا اكيد شيء كتير بيساعدني، خاصه اذا بدي نبش على شيء لمار فريم، شيء لمار يعقوب الساروجي. انا عم بشتغل نص مثلا من سنه 521 كتبه لمار يعقوب الساروجي، هالنصوص طبعا دراستي اكيد ساعدت بانه اعرف نقي اي نص يكون ملائم مع عقيده الكنيسه وموافق عليه الكنيسه يعني. بتجرب اكيد تحافظ على قدسيه الكلمات، يعني لحن يلي بيلحنوا لأغنية شعبية مثلا غير طبعا اللحن يلي أكيد بتفرق بيناتهم. أكيد جوال الترتيلة إلها لحن، إلها لحن غير خاص يعني، الترتيلة أنت عم بتدق اليوم بقلبه للمؤمن، أنت عم بتحاول إذا بدك مع ترنيمتك ومع لحنك يقدر هالمؤمن يصلي، غير أنه أنا أقدم له موسيقى صحيحة تكون حلوة يعني إذا بدك ترقصه، أنا اليوم عم بحاول بموسيقتي أنقل هالمؤمن لمكان ما. لمكان آخر يلي كنا عم نشوفها هي عبور أعبر من ذاتي إلى ذاتي، هي أول ترتيلة بالسدى وهي اللي السدى حمل عنوانها يعني. توني بدنا نقول لك مبروك، في شيء بتحب تضيفه؟ مرسي، انا بدي اشكركم وبدي اتمنى للجميع اعياد مباركه، وعليك وان شاء الله هالموسيقى يلي انا عم بشتغلها تقدر توصل لكل المستمعين ويحبوها. اصلا هي ماده حلوه هلا بمناسبه عيد الميلاد، وهديه حلوه كمان فينا نقدمها. أكيد. شكرا لك مرسي، اهلا وسهلا فيك. مرسي، نحن رح نتابع 365 نحو حياه ايجابيه، هو عنوان الكتاب بالنسخه العربيه للاعلامي والمدرب على التفكير الايجابي الزميل ميلاد حتشيتي. الكتاب تم توقيعه ضمن فعاليات معرض بيروت الدولة للكتاب. تفاصيل أكثر عن حفل التوقيع من تبع سوا بهالتقرير. لأنه الإيجابية هي إكسير النجاح، ولأنه كتار منا ما بيعرفوا كيف يكونوا إيجابيين بمختلف تفاصيل حياتهم، وبما أنه الإيجابية مهارة مثل باقي المهارات تكتسب بالتعليم والتطور المستمر، كان كتاب 365 نحو حياة إيجابية للإعلامي والمدرب على التفكير الإيجابي ميلاد حتشيتي، كتاب يومي بيساعد على التطوير الشخصي وبيدرب على التفكير الإيجابي من خلال تقنيات بسيطة وأفكار عملية. هالكتاب من لما صدر من سنة باللغة الإنجليزية حقق رواج كبير، مما دفع بالإعلامي ميلاد حتشيتي لإصداره بنسخته العربية. في كتير كتب أجنبية بالسلف هلب، بس هذا الكتاب كان إذا بدك نتيجة أنا سؤال براسي من وراء كل ورش تدريب يلي إلي 5 سنين بعملهم وبكافة العالم العربي. كان في سؤال دايما بيسألوني الناس، طب جريت بدنا نفكر بإيجابية بس كيف؟ مش هيك قلت أنا أنه لازم حط الكيف، يعني لازم أنا أقول كيف منفكر بإيجابية، ما بكفي بس نعطي نظريات. هذا الكتاب ليش كان قريب من الناس؟ لأنه ما في ولا أي نظرية، في تمارين يومية، في أفكار عملية، في تدريبات،
في اشياء بنعملها لحتى نفكر بايجابيه، كرمال هيك بفتكر لاقى هيدا الصدى عند الناس. الحياه الايجابيه هي شيء كثير اساسي، ويمكن بتنقصنا نحن بمجتمعنا العربي، وبتحس انه عندنا يمكن اشياء جابس معينه بتنطلق وبتتحرر لما الانسان بلش يفكر بوزيتيف. بتمنى لميلاد كل النجاح والله يوفقه، وبتمنى له اكثر واكثر ان شاء الله لقدام. إلى معرض بيروت الدولي للكتاب قصد كتار حضور حفل توقيع كتاب 365 نحو حياة إيجابية. أما أغلب الحاضرين فكانوا أشخاص استفادوا واختبروا التغيير من خلال مشاركتهم بورشات العمل والتدريب يلي بيقدمها الإعلامي ميلاد حتشيتي وبيعلم فيها الناس كيف يكونوا إيجابيين. هو هذا الكتاب هو ميلاد، هو إنسان كتير إيجابي، وأنا لكون كتير صريح معك أنا إنسان كتير سلبي. بقى ميلاد خلاني غير لي شوي بطريقة تفكيري من ناحية التفكير الإيجابي، وهيك بطريقة يعني غير مباشرة هذا الكتاب هو ميلاد. يعني أنا قريت ميلاد، إذا اللي بيقرأ هذا الكتاب بيقرأ ميلاد. كل أفكاره بحبها، بحس أنه فيها كتير قصص إيجابية وقصص مفيدة للشخص، وأنا صراحة تبعت كذا شغلة من يلي بيقولون وكتير استفدت. أكيد إيجابية ماكسيموم أنا، اللي بيعمل عمل منيح واللي بينتج شيء منيح، وميلاد من الأشخاص المحبوبين واللي هم وجه إعلامي محبوب من الناس، وحلقاته كلها بتنحضر لأنه فيها هيك وجه إيجابي وإنساني مثل ما عم تقولي. مرات نحن مفاتيحنا نحن الأشخاص بتضيع عنا شوي، فمنرجع هيك بمساعدة ناس مثل ميلاد وهنن قلال، لأنه ميلاد ماله مادي. بمساعدة ناس مثل ميلاد ممكن ترجعي تلقطي حالك هيك بمحلات أنت بحاجتها لترممي حالك. وهو على فكرة شغله واختصاصه كتير بيتقاطع مع شغلي كممثلة والشي اللي نحن بنشتغل عليه كممثلين. فألف مبروك ميلاد، I love you كتير بحبك.